السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتما ديستما أزول الفلاون. موضوع الساعة هو الرياضة والصحراء المغربية. كلتا الموضوعين هما مواضيع سياسية، لأن الرياضة سياسة والسياسة الرياضة والسياسة تحشر نفسها في جميع المواضيع عموما. إذن الرياضة، هناك حدث وهو مدرب للمنتخب المغربي الذي شتم شعبه أو المتتبعين له في الملعب، وقال لهم كلمات مثل صال بمعنى موسخين، بمعنى لا ميردا، انتم خرا، عبارة عن خرا، خصنا نقولوها لأن هذا واقع وتفوه به واحد الإنسان التي يخلصه 50 مليون ولا 60 مليون شهريا. ثالثا قال لهم فوزيت دي كون، سادي انتم يا دي كون لا كونغي. إذن هذا لم يحترمهم. ونحن نعلم بأن الرياضة هي قيم أخلاقية سامية، والرياضة تهذب النفوس والرقي متاع المجتمعات، ومنذ الأزل كانت المجتمعات تعتمد على الرياضة. والرياضة هو عندما تكون الرياضة على مستوى عالمي ودولي، وكل أمة تبعث بلاعبيها لكي يلعبوا، إذن هناك تمثيل للأمة وللبلد. الرياضي عندما نراه في الملعب يلعب كرة القدم، نرى فيه اللياقة البدنية، نرى اللياقة البدنية ونرى السرعة، كم هو يسرع في 100 متر، متر السبيد، السرعة. إذن هذه السرعة وهذه اللياقة البدنية على ماذا تدل؟ تدل على أن هذا اللاعب الذي أتى من هذا البلد المعين هناك تغذية، والتغذية لا تكون إلا في المجتمعات المتقدمة والمتحضرة. إن التغذية هي ملتقى لمجموعة من العلوم. ثانيا اللياقة البدنية تدل على أن هناك بنية تحتية، هناك ملاعب، هناك ماء موجود، ماء بارد وساخن، وهناك التطبيب، وهناك التطبيب. إذن وكذلك هناك التمدرس. لا يمكن ولا يجوز ولا يقبل إطلاقا أن يكون لاعب لا يحسن القراءة والكتابة. إذن الرياضة عندما نشهد الرياضة في الملاعب والمحافل الدولية، كل يأتي بخيله بأجود خيله من الخيول لطالون نوار، الخيول الحرة والأصيلة، ليقدم لنا الإنتاج. هذا ما هو إلا إنتاج عصير ديال المجتمع. إذن المغرب ما عندوش هذه القضية هذه، لأنه لا يأتي باللاعبين الذين كبروا وترعرعوا وشبوا على أرض المغرب، كلهم أتوا من دول أجنبية. إذن الكالوريات وذاك اللياقة البدنية وذاك ليست المدرسة المغربية، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك المدرب الذي شتم، ليس من حقه ولا يجوز ولا يقبل إطلاقا أن يشتم لاعبين، وعلى المنظمة العالمية أو لا فيفا أو الذين عينوه على المغاربة ويؤدون له أموال طائلة بمنازل فخمة والطيارات والأكل والحرس، ناهيكم على 500 ألف من الدراهم التي أخذها 50 مليون، كيقبطوها 700 مليون تاع المغاربة في 70 سنة، يعطونها شهريا ويشتم. إذن يجب أن يقفوا عند حده. ولكن أنا لا أتدخل في هذا الموضوع ولا يعنيني، لأن أنا لا أذهب إلى الملاعب ولا أصفق للفريق المغربي أو المنتخب المغربي. أنا تهمني السياسة والاقتصاد والبنية التحتية. لماذا هذا الشخص شتم المغاربة؟ إنه عندما أتى إلى المغرب سمع وزير الأول شتم المغاربة من إيطاليا وقال لهم سأعيد تربيتكم. إذا كان رجل أعمال ورجل سياسة ورئيس حكومة والذي يأخذ فطوره مع جلالة الملك يشتم المغاربة، ولماذا لا يعملها؟ أخنو شتم الأمة برمتها 40 مليون، هذا شتم ناس لا علم لها لا بالسياسة ولا بالاقتصاد وليس لها قيم أخلاقية، ذهبت إلى الملعب وشتمه، شتم جمهوره. أين هو المشكل هنا؟ أنا لا أرى المشكل. المشكل هو الذين عينوه.
أنا هذا ما هو تاريخ هذا الشخص هذا أصلا، لدينا لاعب ومدرب عبارة عن إله في دولة وفي أمة لها تاريخ في كرة القدم، بلاد كوبا وخينتو التي هي إسبانيا، ولعب عندهم كانوا يقدسونه. عادك طلع شي واحد يقول اه ستان ساكريليج هادي سميتو، لا كانوا يقدسونا حنا كنهضروا حنا في كرة القدم. ما تدخليش معاك الدين، راه ليس لكم لا دين ولا ملة، لو كان لكم دين لكنتم في مصاف الدول العظمى. لما كان دين لدى المسلمين اذا كنهضروا هنا على مايوركا والحارس ديال مايوركا، واقاموا له تمثال. ها هذا عنده تاريخ وعنده جغرافيا وبين على ارض الواقع وهو مدرب. انتم صانعي القرار في المغرب، يعطينا خير، يعطونا خيرنا لغيرنا. مدير فرنسي او ابن فرنسا، هذه منظومة، هذه مسألة سياسية مغربية لإقصاء الإنسان المغربي. أنت جميل خصك تمشي غير ما تعزق ولا تمشي. المال في يد الخوانة، الحكومة في يد الخوانة. إذن وهنا اللي قال عبد الرحمن المجلوب الله يرحمه، القرض مشى للغرب والديب جاب راسو. يعني إذن هما تيقصيو الإنسان المغربي. ليس الأول من شتم المغاربة، هو جاو فعل فعلته، لأن المغرب عبارة عن زريبة. ألم يشتم الناس من قبة البرلمان البرلمانيون، ألم يشتموا المغاربة؟ ما قالوا لهمش القطيع؟ شكون هذا اللي ما شتمش المغاربة؟ هذاك اللي سرق المليارات وقاضي طبق المساطير القانونية وصيفطوا للسجن وتخرجوا ملك البلاد، أليس هذا شتم في حق المغاربة وفي حق القوانين والمساطير القانونية والدستور؟ الذين يسرقون البلاد والعبادة وينهبون يوم نهار، أليس هذا شتم في حق الإنسانية وفي حق الإنسان المغربي؟ هذه جريمة مالية. أيوا تصلحوا عندنا وراه شتم المغاربة، لا ما شتمش المغاربة، شتم هذوك العياشة والملاكين اللي مشاو كيطبلوا كيسحب لهم الوطنية هي الراية. الوطني ماشي هي الرايه، وهي توزيع ثروات، كل واحد ياخذ حقه. حنا كندافعوا لكم على حقكم تاخذوه، وانتم كتاخذوا السب والشتم، حنا كندير لكم رجال. اذا هذه القضيه هذه راه ما شتمش المغاربه، وما تدخلونيش العمر في الخاول. كلما فشلتم تلعبون على وتر العاطفه والوطنيه والانسانيه وشتمنا، وحنا مساكن. لا حنا ماشي مساكن، حنا راه عفاريت، حنا عندنا الاسود في الجبال ديالنا، حنا راه الدل ديالنا جابوه لنا الحكام ديالنا. إذن هنا هذا مسألة سياسية، مسألة سياسية. الإنسان تياكل ديالنا لنعطى ليه، علاش ما يوقفوش الرجال هذوك اللي جابوه وتعاقدوا معاه؟ خصهم يوقفوه، خصهم يوبخوه. ولكن دابا راه كيضحك عليكم العالم، واحد غير ماشي يعلم الناس كيفاش يضربوا الكرة ضرب الجلدة، ولا عطى الله المغاربة. لا هذا ما تستحقون، وهذا نصيبكم من الذل والعوان. إذا دابا غنمروا للقضية السياسية اللي هي قضية وطنية، وغنهضروا شوية هنا على الوطنية وعلى الوطن. إذا وزير الخارجية الأمريكي راه ما جاش للمغرب باش يقول المغاربة غادي نعطيكم ولا نجيب لكم، وما عمر الإدارة الأمريكية تعاقدت مع المغرب وكتبت معاه شي عقد وشي وثيقه وقالت له انا غادي نعطيك الصحراء ديالك. راه ما كاينش شي دوله كتعطي، راه هذه دوله ديمقراطيه كتحترم العلاقات الدوليه. حنا كنديروا الحروب مع الدول الاخرين ايه وكنشعلوا العافيه، ولكن في احترام القانون الدولي. القانون الدولي راه العالم مبني على المصالح، قلنا لكم وعاودنا لكم، اش غتعطيني واش غناخذ من عندك؟ فهمتيني؟ اذا منين جا وزير الخارجية
اللي راه طلع المهداوي تيقول لك راه خاننا وغدرنا، غدرك قال لك غنتزوج بك ودار معاك عقده ومشى عند ملكه اكوتي في الجزائر. لا ما درش معاك شي عقد، ما تعاقدش معاك، ما تعاقدش معاك، ما تعاقدش معاك. هذه علاقات دوليه، هما راه من البدايه تيقول لكم مساله الارض راه متنازع عليها، راه كاين الطرف الاخر وهذاك الطرف الاخر انتم وياه راه عندكم الملف ديالكم في الامم المتحده في المحكمه. فهمتيني؟ هذه مساله الارض متنازع عليها وراه ما غدركمش، ما كاينش غدر. انتوما الدبلوماسيه المغربيه اللي هي فاشله واللي ما عمرها من يمه الحسن الثاني ما قالت الحقيقه للمغاربه، حتى المغربي ما كيعرف، الاحزاب السياسيه ما كتعرفش، ما كتعرفش اش كاين في الملف. راه بوريطه هز الملف وما يقدرش يدافع عليه حيت ما عرفش اش فيه. هنا جاي الفشل، وهذا الفشل هذا كتعربوا على ارض الواقع كتكذبوا. قالت لنا امريكا واش كاين شي حاجه في العلاقات الدوليه وفي التاريخ نتاع الانسانيه بالتليفون، بالتليفون انا عطيتكم الصحراء، كتكذبوا على الشعب. اسبانيا قالت لينا صيفطت رساله راه العلاقات الدوليه مبنيه على حجج دامغه امام المحاكم، اذا كان شي دوله معاكم وهي في الامم المتحده توقف معاكم. هذا اذا هاد القضيه دي راه ما كاينه شيء وكفى من التدليس. دابا منين خرج الخبر وشافوه المغاربه، حيت المغاربه ولاو كيفيقوا عندكم سحب لكم، واش راه الخطا هي ديال المعارضه، المعارضه كتعاون الظلم والفساد وكتعاون الملكيين بحال المهداوي. المعارضه ملي تيقولوا كيسبوا ولاد الشعب وملي تيقول لهم كيقولوا لهم العياشه، المغاربه راه ما عياشاش، المغاربه راه واعيين ولكن المغاربه خايفين، والانسان من حقه يخاف. يعني اذا فيما كتفشلوا كتخرج وانت كتهضر كبوق وكتقول غدرونا زعما شوفوا في الميريكان. لا لا القضيه راه فسميتها، اذا هذه القضيه راه ما فيها لا غدر لا والو، فيها ملف حنا ما كنعرفوش اش فيه. انت عارف اش في الملف؟ ما كتعرفش اش الملف. امريكان جابتكم وخاصه في الايام الاخيره كان كيجمع حوايجو في الكرتون باش يمشي بحالته ترامب، ودار لكم تويتر ومشيتو تحتو في الاحضان تاع اسرائيل في الكيان تاع الكيان وطبعتو. اش جبتو؟ ما جبتو والو، بقيتو في كيلومتر زيرو. اذا مساله ما كتطورش، هذا الملف ما كيتطورش، هذا الملف هذا هاد الملف ما كيتطورش حيت الناس اللي قابطينو ما قادينش عليه، ماشي ناس ديال الدوله ونتاع النيغوس ونتاع الدبلوماسيه. العالم بني على المصالح، جا عندكم هضر معاكم قال لكم ديك الهضره اللي بغيتو تسمعوا وما كذبش عليكم ورفض هو يا والسيدة النائبه ديالو اللي جات الامريكيه كتقول الصحراء الغربيه راه هي غربيه، كيقولوا غربيه راه هذا مصطلح سياسي وقانوني وجيوبوليتيكي، راه ماشي والد ديال اليوم، راه الحسن الثاني كان تيقول غربيه. ها ومشى عند الجزائر، راه ما جاش عندكم على سود العين ديالكم وانتم دوله عظمى واقليميه ولا جهويه، انتم راه على مستوى ديال الحي، انتم فاشلين. هما مشاو عند الجزائر لانه كحزازات على عالمية وكتقلبات، وهناك العالم كيتغير وكيتقلب ومحتاجين الغاز ديال الجزائر. لماذا؟ لأن كاين أزمة ديال الغاز، كاين روسيا. إذا الناس مشاو على المصالح ديالهم، من العالم مبني على المصالح، راه ما كاينش شي صداقة في العالم ديال السياسة. راه انا ما كنديرش السياسه، كنخرج مع امراه كيسالوا لها الفلوس ديالها وكتبدا تكبر، كنشوف وحده اخرى صغر منها وعندها الفلوس. العالم مبني على هكذا، هذه طبيعه ديال الانسان، ولا تجدوا لي سنه الله تبديلا. علاش كنخرج ونكذب ونقول شي واحد لا بدلتها حيت مسكينه يا مات، الفلوس اللي عندها اللي ماتوا. هما مشاو لان كاين مصالح، كاع الدول والمجتمعات كيجيبوا مصالح للاوطان ديالهم. حنا كشعب مغربي كنجيبوا المصالح للبلاد وكنجيبوا المليارات يوميا،
الحكام ديالنا كيخرجوا المليارات، بعد المرات المليارات كاع ما كيدخلوا. كان واحد 700 مليار نتاع الاورو ديال الدولار، وكيعطيوها لنا بديك العلمه نتاع بالعالي الدرهم، والفلوس فين مشاو؟ مشاو بقاو في الابناك نتاع الاعداء ديال الوطن. اذا ما تلقوش تلعبوا هذا الوتر نتاع العاطفه. هاو هاي دابا تفرشات، هاي بنت راه يوميا الناس اللي ما كيعرفوش ولاو كيعرفوا. والمشكل ديال اللي قال تشرشل، قال لك لي زامي تي شونج لوسكو لي زانتيغي شونج، الصداقه كتغير وكتبدل ملي المصالح كيتبدلوا. حنا الحكام ديالنا ما عمرهم مشاو يجيفوا المصالح ديال البلد كبلد. جالسين معانا ما حد باقي الذهب والفضه في الجبال، وواحد باقي السمك فهمتيني، ومازال ومازال على جالسين معانا. والشباط فلوسه معانا، ردهم تركيا، خلق مناصب شغل الاتراك. واش الرباح معانا؟ راه فلوسه عطوهم لواحد البنت صغير كيكرا، وكون غير خلاها يتمتع فيها شي مغربي ديك البنت، وتلقى السعاده ديالها في الوطن ديالها مع المواطن المغربي زويون، ودوك الفلوس يدير بهم شي حاجه في البلد ونستافدوا منهم، يخدموا ولاد البلاد ويخلص ضرائب. واش الملك تيخلي الذهب والفضه في البلاد؟ لا، تيخرجوا. واش الفلوس اللي عطى الملك البنكيران بكير خلاهم في الابناك ودار شي حاجه وتيخلص ضرائب؟ لا، حطهم في الكفر ديالو. اذا صانعي القرار في المغرب راه ماشي كاع عندهم جنسيات، حتى انا عندي جنسيه امريكيه وشي حاجه واحده اخرى، لكن يحبوا الوطن. ما كيحبوش الوطن هذوك، تيحبوا غير ندا لانه وش الحي تيني. دوك ما تكذبوش علينا، انا ما كنعرفش شنو المصلحه نتاع واحد الانسان اللي مواطن مغربي مزيان. الا كنتي مواطن مغربي اسير مداوي، وانت ولد الشعب، وما تزدتش في البلاط، وما كدرش بلي ولدك غيتزوج بشي اميره، ولا بنتك غي تعيش في تنعس في الفراش نتاع شي امير. لا، اذا ماشي المصلحه ديالك اللي كتنعس الشعب. علاش؟ علاش؟ من ناحيه الانسانيه راك خطأ، من ناحيه نتاع المواطنه راك ماشي مواطن، راك خطأ. من ناحيه نتاع الدين والشريعه الاسلاميه انت ترى منكر، والرسول ديالك الاعظم تيقول لك من راى منكرا فيغيره فبيده. وما ديرهاش، انا ما غنشوفكش مازال، وما عندي ما ندير لك، ما قضيت لك والو، فبلسانه وما تقدش عليها. عاد ماشي في ديمقراطيه بحالي. اذن اسكت غير بقلبك، قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا لا تولي ممرا لا يرحمنا. ها راه كيما حسبناها تلقبتك انت كمثال وكرمز نتاع كاع هادوك اللي كيغلطوا الشعب المغربي. راه الواقع غادي يبان واحد النهار، الواقع غادي يبان. قل للذين موعدهم الصبح، ان الصبح بقريب. راه الصبح راه ما يبقاش الشعب المغربي حمار، راه غير باقي نتايا في الذاكره ديالك، ديالك نتايا، بلي الشعب ما كيعيق شاي. راه ملي تيقول لك اسد الصحافه، انت كتعرف راسك ماشي اسد، لست باسد ولا تكون باسد ولا صبي صحفي. الصحافي راه كيجيب الخبر على تابروت وكيحللوا، وتي انت بصح ولا ماشي بالعاني، عاد كيلوحوا للناس. انت كدلس على الشعب انت والاخرين. كون على يقين، راه كنهضر معاك انا اخوك الكبير، راه نقول لك التاريخ ماشي وحدين قال لي علاش ديما كتهضر على التاريخ. راه ما يمكنش نشرحوا الحاضر والمستقبل الا ما هضرناش للتاريخ. شنو اذا كنتو كتحبوا شي واحد نصحوه، لان راه غتلا به الايام هذا السيد مسكين، ومن على شاكلته. كانوا الناس خوانا قبل 1956، كانوا خوانا، وفي غالب الاحيان ما كانش شي حجه دامغه باللي خوانا. ملي مشاو الفرنسيين الناس يقولوا هذاك خائن، تيقبطوهم انا رمض العاصمه، وكيديهم للسبلاناد نتاع
الساحه ديالها لا تور ده حسان، حسان سمعت حسان ديك الساعه ما كانش بحال هكا مجلل جاو مصوبه كانت في التراب وتنعسوا الراجل وتيخويو عليه ليسانس وتيحرقوه وتيشعلوا فيه العافيه خائن كانوا خوانا بالفعل وكاين اللي حرقوا شي واحد شي مقدم حرقوا حيت مراته زوينه وكاين اللي حرقوا له باش يديو ليه الممتلكات ديالو راه من بعد التغيير تيوقع الارتباك في المجتمع وكيمشيو فيها ضحايا اياك واياك ان تكون من هذا الحطب تيني اليوم ونراه قريبا وترونه بعيدا راه النظام طايح راه تقلبات في الزمان وفي المكان وفي العالم علاش ما تكونش في القصر شكون اللي كبير واش العالم والدول العظمى ولا قصر في الرباط في الرباط عالم ممنوع من الصرف اذن اتونسيون اتون انا احذرك احذرك راه التقلبات جايه وراه عندنا حجه دامغه هنايا على ما تقولون راه هذيك خيانه تدليس للشعب راه خيانه الكذب على الشعب راه خيانه وستحاكم عليها وغنحطوا لك الحجه الدامغه تيني ما تبقاش تطلع وتقول الاشخاص راهم فايتين وغيبقى الوطن ما بعد الا مشاو الاشخاص انا نعطيك مثال الحجه دامغه الامير عبد الله مات هذا شخص وراه فات وبقى الوطن وفي نهايه الثروات خلاها لك ولا ليا ولا لابناء الشعب لا خلاها لولده المفترس اليس كذلك والاخرين اللي سرقوا الفلوس نتاع الوطن راه ماتوا وبقى الوطن والفلوس بقوا للابناء ديالهم وكيخرجوهم إذن ما قيمة الوطن وما الفائدة من الوطن وماذا سأستفيد من الوطن إذا كنت سأموت جوعا وعطشا ماذا سأستفيد من الوطن وأبناء ديالي عندهم الماستر والباشلر وما خدميش ماذا سأستفيد من الوطن والمدرسة المعلمة التي هي تربي الأجيال واللي قال الشاعر قمنا المعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا علمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ عقودا تتخشى فيها العصا في المؤخرة ديالها وكتكلم على الوطن أنت آخر واحد من يتكلم على الوطن أنت عندك مشكل أنت عندك انفصام الشخصية أنت عندك تراكم تاع معرفي والإنسان تكون صحفي كيمشي للصحافة حبا في البلاد والعباد وحبا في المعلومة وتجيب المعلومة وكيشرحها للناس انت كتلقى المعلومة وكتخبيها وكتقول لهم البلاد العام زوين العام ما زوين شي عرف عامين ديال الوباء ازداد المغاربة فقرا الغلاء شحال من مرة زاد الغلاء الأسلعة طلعت صعدت صاروخية ونزل المغاربة فقرا بطريقة صاروخية وجهنمية في حين أخنوش ومن معه ازداد غنى زادت لي جوج المليار تاع الدرهم في بضع سنين فهمين هل هذا وطن الذي يغتنى فيه الغني ويفقر فيه الفقير إذا اتق الله يا رجل اذا هذه القضيه هذه ما تبقاش تقولها وراء الجزائر ماشي عدوة واسبانيا ماشي عدوة راه العدو يقاتل العدو اللي الغواغونس نت مازير اللي عنده وشلحي واحد الفيلسوف القيم الاخلاقيه بربري امازيغي اللي قالها قال لك العدو هو اللي في قعر الدار لان شكون اللي جاب لنا الحمايه يحميونا الاعداء في قعر دارنا وشكون اللي اليوم كيجيب لنا بنو اسرائيل يحميونا
عندهم التكنولوجيا، الأعداء الذين هم في المدن ما عرفتيهم شيء. أنت كتخاف هو القصر، دائما القصر، وما تبقاش تقولوا لنا ثورة الملك والشعب. الشعب هو يثور، وشفنا الثورات على مر التاريخ. وأنا أدرس التاريخ وأنغمس وأعوم في زبد التاريخ، لم أرى قط ملكا ثار. ما معنى ثورة الملك؟ على من ثار الملك؟ ثار الملك والشعب. ما أي ملك؟ محمد الخامس، حسن الثاني، محمد السادس؟ على من ثاروا؟ على من ثار الملك؟ على من ثار؟ أي أمة، أي قوة عظمى، أي جيش همجي، هما أتوا بمن يحمي مصالحهم. والآن نؤدي الثمن. الصحراء المغربية ولا الصحراء الغربية، هذيك راه الصحراء نتاع بلاد المغرب، وهي امتداد جغرافي وطبيعي لأرض المغرب، ورا الشرفاء والأحرار المغاربة وجيش التحرير لم يقبلوا بأن يضعوا السلاح حتى يحرروا المغرب برمته شمالا وغربا. ومحمد الخامس قال لهم لا، اجيو عندنا ودخلوا في الجيش ديالنا الوطني الملكي وحطوا السلاح وهم يضربهم الوطن. ديك الساعة كانوا يقولوا الوطن محمد الخامس، وقتلوا الناس. وسيروا قراوا التاريخ نتاع الأسياد والرجال نتاع شيخ العرب تاني، راه الصحراء واليوم قديما تطورت شاي، تيقولوا استقلال ذاتي، ما قالوش استقلال وعودة الصحراء أرضا وشعبا، لأن دوك خوتنا إلى حضيرة الوطن ويتسمى مغرب واحد، ويرفرف العالم المغربي، يكون تاع اليوتو ولا تاع الدور الزموري. This is the fact. هذا مسألة واقعية راه كاين تمانية، مش أنا غادي نبدل ليه اللون وندير المعز في الوطن ولا السبوعة في العالم. هذا القضية ما كتقالش، القضية اللي كتقال وهي استقلال ذاتي، بمعنى غيكونوا هما تما ويستقلوا بذاتهم، ذاتهم والبرلمان ديالهم وكل شيء ديالهم، ويقدموا الولاء لمول العود، خلاها الله يرحمه الصحفي ديال بصح جمعي. إذن كلمة، هذا المصطلح الفلسفي السياسي القانوني اللي هو الاستقلال الذاتي، راه ماشي نتاع محمد الخامس، راه ماشي نتاع الحسن الثاني، راه ماشي نتاع محمد السادس، نتاع رجل قانون مغربي ومحامي مغربي ورجل سياسي مغربي عنده هو قام في السياسة في المغرب، اللي هو المرحوم ولد سلا ولد الفقر، وخرج منه راجل حيت في سلاو ولاد سلا رجال. فهمتيني؟ حيت مخلطين مع البرتقيز، هي ما القياصرة وهذوك على عين اللي سميتو عبد الرحمن، مش عبد الرحمن اليوسفي، عبد الرحيم بو عبيد الله يرحمه، اللي كان غيغتالو النظام، واللي كان دائما على طول الخط ما متفق شيء مع الحسن الثاني، واللي داو الفرنسيين في الأربعينات 43 حيت قاد واحد حملة ضد المعمر الغاشم الفرنسي اللي جابوه العلويين وداو السجن، وافقار رغم شراسته ودفاعه على النظام والحسن الثاني لم يجرؤ يوما باش يدي عبد الرحيم بوعبيد الى السجن، وغيدير الحسن الثاني في 1981. عبد الرحيم بوعبيد اللي هو يسار نتاع بصح، ما عمره ما اتفقش في القديم تاع الاستفتاء ديال الحسن الثاني على الصحراء، قال له هوي، ما اتفقش على المسيرة الخضراء، قال لي هوي. وهو اللي طرح هذه الفكرة نهار 4 أبريل 1976 في المؤتمر ديال لو سي اف بي تاع الاتحاد ديال الحزب ديالو لو سي اف بي ديال عبد الرحيم بوعبيد الله يذكره بخير، اللي كان آنذاك في مدينة بني ملال. وعبد الرحيم بوعبيد بنفسه يقول، وهو رجل مصداقية أصدق من أي رجل سياسي، كل شيء الأحزاب السياسية اليوم تيقول بأن جاو عنده الشباب ديال الصحراء أنا ذاك في 1972 73
المنزل ديالو، قالوا لي اعطينا السلاح باش نحرره، لان كانت القضيه نتاع الساقيه الحمراء وواد الذهب وزائد الصحراء بغوا يحروها، بغوا السلاح. هو كان رجل قانون وتعرف القانون، قال لي مودي دابا حنا راه في الدوله والسلاح ما بقاش عندنا حنايا كسلاح، راه في الدوله بمعنى. وهادو كانوا بغاوها باش ترجع الحاضره ديال المغرب، الناس اللي بداو في القضيه نتاع الدفاع وتحرير الصحراء بغاو باش ترجع، ولكن الحسن الثاني اخذها كلعبه سياسيه. علاش؟ حيت المشكل نتاع الصحراء ما تطرحش في 1976 من مات فرانكو، نو ما تجاش حسن السقد هي جامب اون ات، ولات لعبه سياسيه. هي راه كانت القضيه في الستينات، في القديم تاع الاستقلال في 56 بدات القضيه. راه قلنا لكم سيروا قراوا التاريخ ديالكم، فهمتيني؟ انا راه كنتكلم بطريقه ارتجاليه وما يمكنليش نقول لكم كل شيء. انا ما عشت ديك الفتره، ولكن انا كبرت مع الناس اللي عاشوا ديك الفتره ومشيت كندير ابحاث ديالي. اذا ملي نقول شي حاجه سيروا قلبوا عليها واش بصح ولا ماشي بصح، وما يطلعش شي واحد يقول لي الله الوطن الملك. ما معنى الله، ما معنى الوطن، ما معنى الوليد. انت كتشوف الوطن على ارض الواقع، خذ الحق ديال الدب وهو قليل منك اغيول. اذا القضيه هذه نتاع هاد الناس راه كانوا بغاو يرجعوا، والملك خداها بحال القضيه نتاع حصان طرواده لعب عليها. لماذا؟ في الوقت اللي وقع عليه المشكل نتاع مع لي جينيرو، وبغي يلهيهم وداهم للصحراء، ومن ثم قال لهم اغناء الغني وافقار دون افقار الفقير، معناتها اغناء الغني. وقال لهم هاد الكرسي هذا، ماشي هذا راه انا باقي عايش، قال الكرسي هذا خليوه ليا، انا راه ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، كنعرف ندير غير ملك، فهمتيني؟ وانتوما سيروا ديروا ولاو اغنياء. وتما في 1500 الاحزاب السياسيه ما غاتبقاش، ابتداء من 1975 مع المقتل ديال عمر بن جلول الله رحمه الله في الدار البيضاء. ديك الساعه عبد الكيران كانت عنده 21 عام، وانا كانت عندي 19 عام ونص. اذا تما الناس بداو كيخافوا، اليساري اللي هرب، والهرب راه ماشي عيب، والهجره ماشي عيب. حيت واحد تيقول لك انت راجل دخل المغرب، راه ما تقدرش تهرب نتايا، تيهربوا الرجال. حيت باش تهرب تكون قوي الشكيمه، يكون عندك القلب ديالك باقي، والركاب ديالك ما يغدروكش الا غدرك الوطن والملك. الركاب ديالك ما تيغدروش، وجدادنا تيقولوا، ماشي انتوا جدادكم انتوما يا الخوانه، تيقولوا الهرب رجله في البعد رجله، فهمتيني؟ اذا والنبي ديالكم راه هاجر وموت سيتوك، حتى هو راه مشى من شحال من كيلومترات، الناس كتهاجر، وشي كيفرا الى بغي لو ماكي، وجدودنا راه طلعوا للجبال هربوا خلاو المدن، إذا بغي لو ماكي تطلعوا يضربوا من الجبل كضرب العدو، فهمتيني؟ اذا الناس هربات، وناس اخرين ما بغاوش يهربوا حبا في الوطن وفي التوعيه ديال الشعب، ودخلوا في الصراع مع النظام بطريقه هاك ورامي كرمي فرين، امثال اليساريين اللي بقاو، فهمتيني؟ ولكن اليساريين غادي ينتهوا. واليوم راه ما بقاش شي واحد حزب سياسي، لان الناس قالوا لي على الحساب السياسي اودي راه ما بقاوش وما يستحقوش نعطوهم واحد الوقت نهضروا عليهم، لان اي حزب حزب ورؤساء ديال الاحزاب مشاو مع البلاط، هذوك بقاو مبلطين، هذوك مشاو تبعوا الثراء، وبناتهم بنات 16 عام 17 عام ولفوا يسوقوا سياره رباعيه الدفع ديال 70 80 مليون. هذوك راه تفارقوا مع الشعب، غير كيخرجوا كيكذبوا على الشعب. على اي انتخابات حنايا ابناء المهاجر اللي هربنا، شي فينا هرب بالجوع والنوع، وشي هرب لان ما يمكنليش يعيش في الظلم والهوان، ما انتخبنا شيء حيت حرمونا من الانتخاب، حنا كنعيشوا في الديمقراطيات وما بغوش الديمقراطيه. اذا القضيه راها واضحه، وضوح الشمس في كبد النهار، وقل للذين موعدهم الصبح ان الصبح بقريب، وقل للذين يعتقدون ان الملك سيبقى والظلم والفساد والاستبداد سيبقى، البقاء لله لانه هو الباري تعالى الدائم الازلي
ليس له كفؤ، ومع ذلك وما دون ذلك فهو ذاهب الى الفناء. لابسوليتيزم راه غير في الفلسفه عند هيجل وليهيجيليان دو غوش. اما النظام راه غادي، وحنا كنغادوا به غاملين، وعندنا جميع الحجج والدلائل الدينيه ومتعين اخر الزمان وفي الاقتصاد والسياسه والتقلبات باللي النظام غادي. الا انت المهداوي كيبان لك ثابت، والنهار غيجي يتبت ان شاء الله. انا غنجيب لك تاغوست، عرفتي شنو تاغوست؟ هو الوتاد دقو في الارض باش ما يمشيش. طيب اذا قلنا لدين معدوم الصبح ان الصبح بقريب، وهذا ايه عرفتي راه عندها واحد الدلاله بمعنى راه ما غنحكموش غير الحكام، غنحكموا حتى هادو اللي كيجلسوا على الشعب. وراه تجلس على الشعب راه خيانه عظمى، راه في القانون ديالنا حنايا. ما نقول لكمش شكون حنايا، راه ما بين 15 حتى 75 عام، لان حتى واحد السي المهداوي ما قالكش خرج ودلس علينا، فهمتيني؟ اذا اخواني اخواتي لا تنسوا المشاركه، الموضوع طويل وسامحونا الى على النرفزه، لان هذا شو حنا كيدير عليك التنرفة. راه الوطن مشى، راه البلاد مشات، راه البلاد مشات، راه كاين لو كرون رومبلاسمون، فهمتيني؟ راه ما يبقى عندكم لا دين لا من لا وطن. راه الحوت ما تبقوش تاكلوا، تبقوا غير تصوروا معاه، وشوف تشوفوا واش يخلوكم تصوروا معاه. اذا كانت النرفزه فهمتيني، قال له الحق من جانبها، فهمتوا هذيك الحق، هذاك اللي كتصح، الانسان كيصح لان عنده الحق. راه ما يمكنش الملك دقلوم يخرج يصيح، ولا المهلوي يخرج يصيح، ولا الرمداني ولا العدراوي، علاش غيصيحوا؟ هما على خطأ، هما راه ابتعدوا على المحجة البيضاء، هما راه ما كيقولوش كلمة الحق، يقولوا لنا أين هو الذهب؟ يقولوا يصيحوا ويقولوها، أنا كنقولها أين هو الذهب؟ راه هما معايا في أوروبا وفي أمريكا وما يقدوش يقولوها، علاش؟ ضربت عليهم دلت المسألة والمسكنة، هم تخاذلوا فهمتيني، ويحق فيهم راكم عرفتوها. إذا شاركوا في القناة لكي تعم الفائدة، ونحن عائدون إلى أوطاننا لأنها أوطان ديالنا وليست ملكا للخونة والغاشمين الظالمين. السلام عليكم، شاركوا في القناة وقوموا بتعليقات مدنية تحضرية عقلانية منطقية وخلدونية. راه اللي كيدير شي تعليق راك غادي نبدا نمحيكم من اليوم، غنبدا نمحيكم، ما بديتش كنمحي شي وحدين، شي واحد اللي يقول ياسير نمحيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحبكم في الله. أنا راه لاباس عليا وبخير، وكنعيش في ديمقراطية، وعندي واحد الدستور تيحميني وتيحويني يضمني ويجمعوني. راه أي دولة في العالم كنمشي ليها ولا أخاف، حيت ورايا دولة عظمى، وأنتم يا كاع ما عندكم الحق طلعوا في الطياره من الدار البيضاء لسميتها العيون، ما عندكمش الحق. انا راه عندي جميع الحقوق اللي ضمن الدستور ديالي، ولكن ما بغيناش نشوفكم في الياس والظلم والبؤس، وكتشربوا الماء ديال الشتا مخلط مع الغبره. اعانكم الله.